والذين تكلموا في اسم الله الأعظم اختلفوا فيه، فبعضهم ذهب إلى أن الاسم الأعظم يعني أن في أسماء عظيمة ولكن فيها اسم أعظم، فكل اسم من أسماء الله أي صفة لم تكن إلا فيه بحق، كالقادر والوجود والعزيز والغفار والباسط والمنعم وكل ده. لكن يجمع كل ذلك كلمة الله. الله الله، لأن الله لا مدلول لها في صفة الله، إلا أنها الاسم الجامع للوجود الأعلى بكل صفات الكمال فيه. الله أكبر. ولذلك يأمرنا الله حينما نعمل عملا أن نسميه باسم الله. نعم. ليه؟ لأن إن كنت أعمل عمل عايز قدرة أستنجده بالقادر. الله أكبر. وعايز علم أستنجده بالعليم. وعايز عزة أستنجده بالعزيز. وعايز عمل يشمل صفات متعددة لا حصر لها، فأراحني الله من تكرير الصفات وقال قل بسم الله فهي الجامعة لكل صفات الكمال. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. فإذا جاء قوم وقالوا له إن اسم الله الأعظم هو الحي مش الوجود، لأننا نعرف أن وجودا قد يكون وجودا تافها لا نفع فيه، حيا، فأم قال لك ده حي، والحي يستلزم كل صفات الكمال، يبقى قادر ويبقى كل حاجة. يبقى إذن صفة الحي إنما جاءت لأنه لا صفة إلا بوجود حياة. لازم توجد الحياة أولا. والحياة ينقضها في الدنيا الموت. لأن الإنسان يحب أن يحيا الحياة التي تعطيه الكمال الإسعاد في نفسه، فإن كان طالحا وخد على نفسه شهوته وانبسط ورمح يحب أن تدوم هذه الرمحة بدون تكتيف التكليف له، يوم يكره أن يموت. يكره أن يموت. صح. طيب والقسم الثاني اللي بيعمل عمل موفق يقول لك انا عامل عمل هينفعني اكتر مده زمنيه من العمل ده، لان ده بيعمل لي مده حياتي، لكن ده بيعمل لي لمده مماتي، يبقى هعشقه، يبقى ده عاشق لمهمه الانفلات وهذا عاشق لمهمه الايه الخلود والنعيم، يبقوا الاثنين بيحبوه. فالاثنين بيكرهوا الموت. إذا فكل الناس يكرهوا الموت رضي الله عنه، ده بيكرهوا، فلما يشوفوا الموت في الآخر يقولوا جت لنا تاني، احنا كنا ارتحنا وخلاص بتوع النار في منهم خلاص بقى تحزمهم وخلاص، قال لك يمكن دي جاي بقى وفي نجاة وهنرجع تاني. الله. ويمكن ما دام الأول الناس الطيبين يقول لك ما دام الموت الأول قد أخرج الصالحين من خير محصور في الدنيا إلى خير غير محصور في الآخرة، فما كان الله ليتراجع في فضله. لازم حيدينا حاجة أحسن من كده. فده يفرحهم ودول يفرحهم. دول يفرحهم. هيقول لهم هنموتوا لكم عشان ما يبقاش الاثنين فرحانين بس كل واحد له فرح. أيوة من ناحية. من ناحية. من ناحية. من ناحية يا سيدي. فيؤتى بالموت على الصراط. فيشبع عشان يطمئن. يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا موت. مع الشفاء. ولذلك حيهتفوا ويقولوا إيه، أحييتنا سنتين وأمتنا سنتين. دكم يقولوا فهل إلى خروج من سبيل عشان نخلص من العذاب. وما معنى هذا بعد الموت يذبح؟ يعني لا يوجد موت في الآخرة أبدا. لا ويدل على أن المعاني التي نعرفها لها ماديات محسة. الموت المعنوي ده له يعني. نعم. وهذا يدل أنه لا زمن هناك في الحياة الآخرة. الزمن يا سيدي فرع الحدث.
لا يوجد زمن إلا إذا وجد حدث. نعم. ولذلك إذا نام الإنسان انقطعت أحداثه. نعم. فيبقى الموت نوم. نعم. مفيش حدث. نعم. ولذلك لما نام أهل الكهف ولا نام الرجل أهل صاحب القرية اللي مر على صاحب القرية. نعم. قال له كم؟ قال له برضه 100 سنة. لما سألوا بعض قالوا إيه؟ يوما أو بعض يومين. لو أنهم أدركوا في ذواتهم تغيرا يحتاج لزمن لقالوا بقالنا مثلا 5 سنين. إنما شافوا نفسهم ماتوا بيض الشعور وهي هي بيض الشعور. فإذا كان هذا في الدنيا ما هو عشان نعرف الزمن ربنا شرح لنا في سورة البقرة أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها لأن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه وبعدين قالوا تعالى كم لبست فقالوا لبست يوما أقصى ما يمكن أن يظن الإنسان أنه نام لأنه لم يجد شيء تغير فيه قال له لا لبست 100 عام ده أنت لبست 100 عام يا ربنا يقول 100 عام وأنت تقول يوما أو بعض يوم دي مسألة قال بل لبست إيه 100 عام طب عايزين نشوف من الصادق قال أنت كان معك شيئان حمار وطعام نعم انظر إلى حمارك فنظر إلى الحمار فوجدوا إيه تراب ما يمكنش تجيل العملية دي في يوم وليلة مش ممكن لأنه لازم يستصحاب ولازم يقعد مدة لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله صدق في كونها 100 عام وتعال ينظر إلى طعامك نظر لطعامه اللي مستصعبه وجدوا ما فيش حموضة زي ما هو ها؟ زي ما هو ولم يتسنى يبقى إذا يوما أو بعض يوم يبقى قال الله بالأمرين معه وهو القادر على أن يجمع الضدين في وقت واحد الله.